قسنطينة، حيث كان في استقباله بمطار محمد بوضياف رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي والدخليفة، إلى جانب وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل ووالي ولاية قسنطينة، إلى جانب السلطات العسكرية والمدنية. كما تحدث بالمطار مع رئيس المجلس الشعبي الوطني. هذا واستهل ضيف الجزائر زيارته لقسنطينة بالمؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية، وهي المؤسسة التي تضم وحدتين، الأولى لصناعة قطع الغيار الميكانيكية والثانية لتركيبها. ساسونغيس الذي كان مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي والدخليفة ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب طاف بالوحدتين اللتين تنتجان أزيد من 400 وحدة، تشهد نسبة إدماج بلغت 65%. كما زار ساسونغيس المؤسسة العمومية الاقتصادية لعتاد الحمولة والتكديس، والتي تنتج أنواعا مختلفة من الرافعات الصناعية ب 9000 وحدة سنويا، حيث أبدى ساسونغيس إعجابه بمسار الإنتاج والنوعية المقدمة مع التطور الحاصل في المجال الاقتصادي.